جايب الديب من ديله؟ ليه بس كده يا هانم؟ ده انا جاي اقولك على حاجة، نبيل ابو المكارم مخبيها عن ولا ليها اي لازمة. ايه يعني متجوز في السر؟ رقاصة ومتجوز 4 مرات قبلها، يعني لو الموضوع اتعرف صدقيني هيزعل. اديك قلتها، هيزعل مش هينكسر. اللي زي نبيل ده لازم كارت يكسره. عموما انا معايا الكارت ده، بس كنت عايزه ازوده. انا مش فاهم حضرتك ليه عايزه تمسكي كروت على نبيل ابو المكارم بالذات. مش بالذات، على الكل. هوايه الكارت اللي ما ينفعش النهارده ينفع بكره. انا اصلي بتعامل مع الدنيا على انها كوتشينه، لكن عندي بقى البنت هي اللي بتغش. مدرسه، والله العظيم مدرسه. مدام مروه، استاذه كريمه خلصت لفه على الاولاد. خليها تتفضل. استاذه كريمه اتفضلي. اتفضلي يا هانم، الملجأ نور بيك النهارده. الملجأ منور باصحابه. طمنينا، يا ريت النصيب يكون حصل واخترتي طفله من عندنا. لسه ما قدرتش الف لوحدي، يعني متوتره شويه. لا لا ما تتوتريش، انا هنزل معاكي بنفسي. تعالي. نفسك يا مروه هانم. ربنا يكتر من امثالك. تعالي اتفضلي.